السفير السابق في تونس، وبعده المرحوم عبد القادر أزريع أمامكم في هذه الصورة، ومن بعد تحملت هذه المسؤولية. يعني نطالب كفئة من فئات المجتمع في هذا الوطن الجريح وكحاصية على شهادة علمية معترف بها دوليا وعالميا، لو هي شهادة الدكتوراه، نطالب بإدماجنا في الوظيفة العمومية بما يتناسب السنن الاستدلالي لشهادة الدكتوراه. مجيئنا إلى شوارع الرباط ونضالاتنا لأسباب، هناك أسباب من ذاتية وأخرى موضوعية. أكيد أننا من داخل اتحاد وطني الدكاترة المعطلين والرابطة الوطنية في تنسيقنا أيضا، أو في معية تنسيقنا مع الرابطة الوطنية الدكاترة المعطلين بالمغرب، نطالب الجهات المسؤولة بحلحلة ملفنا. كنا في السابق قد راسلنا مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدستورية والمجالس الحقوقية والفرق النيابية البرلمانية، سواء منها بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، وكذلك مجموعة من يعني النقابات والمؤسسات الدولة المغربية، ولكن لحد الساعة ليس هناك أي تجاوب إيجابي مع ملفنا العادل والمشروع. خصاص مهول في الجامعات المغربية تقدر بحوالي 1400 أستاذ يتخرجون سنويا من الجامعات المغربية، ونحن في حاجة في هذا البلد، في حاجة في أمس الحاجة إلى أطورنا وإلى الحصين على أعلى شواهد علمية. جاء اليوم يعني تنسيقية الاتحاد والرابطة للدكاترة المعطلين أننا نقوم بهذه الندوة يعني الصحفية من أجل التعريف بمستجدات اللي وقعت في ملفنا المطلبي، ويعني تدارس ويعني إخبار الإعلام بأهم الخطوات النضالية التصعيدية اللي غادي يقوموا بها الدكاترة المعطلين، بعد أن استنفدنا جميع الأبواب ويعني طرقنا جميع الأبواب استنفدنا جميع الخطوات النضاليه اللي ممكن يقوم بها اي شخص من اجل انه ياخذ الحق ديالو، وطرقنا جميع الابواب، ما لقينا حتى شي يعني حتى شي اذن صاغيه اللي غادي تحل هذا الملف. اضطرينا اننا نجيو اليوم باش نعلنوا على خطوات تصعيديه تحت عنوان الكرامه او الاستشهاد، يعني كرامه تساوي العمل او الوظيفه. شفنا احنا اليوم يعني دكاتره عندهم اكثر من 40 سنه ويعني ما عندهمش وظيفه وما عندهمش حد اللقمه تاع العيش، عيب وعار يعني في مغرب العهد الجديد ان دكاتره يعني حاصلين على شهاده كتسمح الدوله وهي شهاده الدكتوراه، ولا يزالون بدون عمل وبدون كرامه، وخاصه ان الدكتور يعني ان الدستور المغربي كينص على ان الوظيفه خصها تعطى يعني لحاملي الشواهد العليا. كنشوفوا ان هذه الدوله وهذه الحكومه يعني تجاهلات هذا الملف المطلبي، اللي فقط حنا كنطالبوا فقط يعني بالوظيفه في توظيف مباشر في مختلف يعني الجامعات المغربيه ومراكز البحث. نجدد الان النضال بشكل اخر من خلال هذه الندوه الصحفيه التي نستضيف رجال الاعلام، رجال الصحافه سواء كانت مكتوبه او الكترونيه، لعرض اخر مستجدات الملف المطلبي لنا واللي هو تشغيل الدكاتره المعطلين. الدكاتره المعطلون كانوا ضحيه مرسوم الذي اصدره الوزير السيد عزيز امزازه في حكومه بن كيران سنه 2015 باعطاء الاحقيه او الافضليه والاسبقيه للالتحاق بالجامعه الى الموظفين الذين يشتغلون اساسا في الوظيفه العموميه وحصلوا بعد ذلك على الدكتوراه، وترك الدكاتره الغير موظفين. اذا هذا خرق واضح ومفضوح للدستور المغربي الذي ينص على تكافؤ الفرص بين الشباب المغربي، وللاسف جاء هذا الوزير الجديد في حكومه السيد اخنوش قفل باب الحوار معنا وعمل نفسه غير معني بهذا الموضوع.